ثلاثة ديال النقاط يمكن خصنا نأكد عليها. النقطة الأولى، لا مع ديمستورا ولا مع الأمم المتحدة ومع الجميع، المغرب عنده ثلاثة العناصر اللي ما كي غير خاضع على النقاش للتفاوض للتلاعب للشيء. أولا الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية معروفة، محددها مجلس الأمن ومحددها الواقع، وبالتالي حتى واحد ما يقدر يقيس أو لا يمس بهذا الأعضاء أو الأطراف المعنية الحقيقية المعنية بالنزاع، وكل مس بها فهذا مس بخط أحمر. ثانيا الآلية ديال الاشتغال لحل هذا النزاع المفتعل، مجلس الأمن الأمم المتحدة أكدوا على الموائد المستديرة كإطار واحد، هذا بالنسبة للمغرب كذلك مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش للتفاوض. النقطة الثالثة اللي هي النتيجة ديال هذا المسار، بالنسبة للمغرب الأمور واضحة، بالنسبة للمجموعة الدولية الأمور واضحة، ما يمكن لها تكون إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبالتالي كهذه ما خضع على النقاش للتفاوض لا مع الأمم المتحدة لا مع الأمين العام لا مع أي طرف آخر. فهذه العناصر الثلاثة هي المحدد الأساسي للعمل ديال المغرب والتفاعل ديال المغرب مع الأمم المتحدة مع الأطراف الدولية مع المبعوث الشخصي كيف ما كان. وطالما هذه النقاط هذه ما كتقاش فالمغرب منخرط في هذا المجال، إلا تقاست المغرب كياخذ المسؤولية دياله. وبالتالي هذه هي النقاط الثلاثة، أطراف النزاع، آلية الموائد المستديرة كإطار للتعامل وسط النزاع، والحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية المملكة كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار الأمم المتحدة. النقطة الثانية هي أن المغرب كان دائما مع كاع المبعوثين الدائمين كيأكد على أن الشفافية والتشاور والتنسيق هما سبل النجاح. اللي بغى ينجح كيشتغل بهم والمغرب معاه، ملي ما كيكونوش المغرب كينبه والمغرب كياخذ الإجراءات المناسبة. ولكن بحال اللي قلت كاين خطوط حمراء، ولكن كاين مبادئ للتعامل اللي المغرب كيأكد عليها دائما، الشفافية التشاور والتنسيق، هذه هي المعايير ديال النجاح في 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 أي مبعوث أممي بما فيها ستيفان ديمستورا. فهو المغرب من البداية كيقول له هذه هما الأسس ديال التعامل، والمغرب غيبقى ديما يتعامل معاه من هذا المنطلق. هناك نقاط حمراء أو خطوط حمراء اللي هي الثلاثة اللي هضرت عليها، هناك آليات للتعامل يجب التأكيد عليها وغينبه لها المغرب كل ما كان ابتعد عليها. النقطة الثالثة هي أنا قلتها من قبل ونعود نأكدها، ما نعطيوش لجنوب إفريقيا أكثر من الحجم اللي عندها. جنوب إفريقيا هذه 20 عام باش خدات واحد الموقف سلبي في 2004. شنو وقع من 2004 الآن؟ 27 دولة سحبات الاعتراف، رغم التحرك رغم المواقف رغم الشيقاع ديال جنوب إفريقيا. نص الأعضاء ديال الصادق اللي هي المجموعة اللي ديال جنوب إفريقيا اللي هي دول ديال جنوب إفريقيا، نص فيها سحبات الاعتراف منذ اعتراف جنوب إفريقيا، والثلث اليوم عنده قنصلية في الداخلة ولا في العيون. هذه جنوب إفريقيا، باش من زعما الممثل الشخصي يمشي للمريخ يمشي هذا نفس التعامل، ما زعما ما كنعطي جنوب إفريقيا ما عندهاش الأهلية ولكن ما عندهاش القدرة على أنها تأثر. تكون أثرات، كانت تأثر في من 2004 وكانت تأثر في المحيط ديالها. جنوب إفريقيا كانت على الأقل 3 مرات عضو غير دائم في مجلس الأمن منذ اعترافها بالكيان الوهمي، اضطرت أنها قبلات أنها ما تقدر توقف حتى قرار من قرارات مجلس الأمن، وكلها قرارات
اللي مشات في إطار دعم مبادرة الحكم الذاتي، تحديد الأطراف النزاع، وتأكيد الموائد المستديرة. تكون جنوب إفريقيا عندها القدرة كانت تمنع ملي كانت عضو غير دائم. جنوب إفريقيا حاولت أنها تمنع المغرب يرجع للاتحاد الإفريقي وتحركات، وهذا المغرب هذه السنة السادسة ديالو في الاتحاد الإفريقي. تكون كان جنوب إفريقيا عندها القدرة كرة قدرات دير هادشي. جنوب إفريقيا حاولت وسط الاتحاد الإفريقي أنها تكون دائما باش المغرب ما يدخلش لمجلس الأمن والسلم. المغرب منين رجع هذه 6 سنين، يمكن هذا العام ديالو الخامس في مجلس الامن والسلم للاتحاد الافريقي، بالرغم من معارضه جنوب افريقيا المغرب كيتراسوا هذا الشهر هذا. تكون جنوب افريقيا عندها شي تاثير، كره قدرات تاثر وسط الاتحاد الافريقي. هذه اسبوعين كانت في التصويت في مجلس حقوق الانسان مع جنوب افريقيا بالضبط، وكانت النتيجه بين 30 صوت للمغرب 17 لجنوب افريقيا، 10 الأصوات إفريقية للمغرب 3 لجنوب إفريقيا. وبالتالي زعما جنوب إفريقيا بكاع داك لاجيتاسيون ديالها وداك البهرجة راه ما كتأثرش في الملف، ما عمرها أثرت فيه وما عمرها غتقدر تأثر فيه، لأن باش ما نعطيوهاش حجم أكثر من اللي عندها. حنا لما كنهضروا على الشفافية والتنسيق والتشاور، قلت لك انا كنمشي سواء تعلق الامر بالمريخ ولا بالدوله في الباسيفيك ولا دوله، نفس الامر. جنوب افريقيا لا 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 تاثير لها ولا وزن لها في هذا الملف، ما عمره غيكون عندها، لان تكون كان عندها قلت لك انا هذا الشيء 20 عام والنتيجه راهي واضحه اليوم. جنوب افريقيا فاعل هامشي في قضيه الصحراء المغربيه وغيبقى، بينما الديناميه هي الديناميه اللي كنعرفوا اليوم، اللي هي تزايد سحب الاعترافات، تزايد الاعتراف بمغربية الصحراء، وتزايد دعم لمبادرة الحكم الذاتي. هذا هو الحقيقة، وهذا هو الدينامية، وهذا هو اللي كيأثر، واللي هي قوى مهمة، قوى اللي عندها مصداقية، 15 عضو داخل الاتحاد الأوروبي، دول فاعلة في العالم العربي، في إفريقيا، في آسيا وغيرها، اللي خدات هذا الاتجاه. جنوب إفريقيا يعني ممكن نقول صوت نشاز وهامشي. وبالتالي فلما كنهضروا على ديمستورا ما نتخيلوش لانه مشى لجنوب افريقيا، ولا جنوب افريقيا اليوم غادي تغير موازين الملف، ما عندهاش الامكانيه وما عندهاش التاثير اللي يمكن لها ديره، والا كانت ديره شحال هذه. وكل المحطات اللي مر منها الملف كانت فيها جنوب افريقيا، 20 قرار خدها مجلس الامن منذ سحبات جنوب اعترفت جنوب افريقيا. شنو التاثير ديالها؟ واش قدرت تغير قرار واحد؟ وقلت لك 6 سنين وهي في مجلس الامن، ما قدرتش تغير فصيله في الاتحاد الافريقي. المغرب معها دابا هذه 6 سنين ما قدرت تمنع ولا شيء، حتى قرار نواكشوط والموقف البناء ديال الاتحاد الافريقي بان الملف عند الامم المتحده، جنوب افريقيا ما قدرتش تمنعه وغاديين فيه. تراسات جنوب افريقيا هذه 3 سنين الاتحاد الافريقي، ما قدرتش تجمع الترويكا ولا مرة واحدة. هذه هي الحقيقة. وبالتالي فالمغرب ملي كيهضر على مبادئ كيهضر على خطوط حمراء، بلا ما نعطيوش لبعض الدول أكثر من الحجم ديالها.